الرئيس رشاد العليمي يفجر مفاجأة بشأن صرف مرتبات الموظفين في اليمن. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبية اليمن الدكتور رشاد العليمي إن حكومته كانت تدفع المرتبات للموظفين في مناطق سيطرة سلطة جماعة الحوثي، ولكن الحوثيين هم رفضوا دخول المبالغ المخصصة للمرتبات إلى مناطقهم والتي كانت بالعملة المطبوعة بدون غطاء نقدي حسب تعبيره. حديث رشاد العليمي اعتبرته مصادر مقربة محاولة بائسة بعد تمكن حكومة صنعاء من الضغط على التحالف وإجباره للقبول بشرط التهدئة في تسليم المرتبات. العليمي كان قد برر قبل شهر إيقاف صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة صنعاء بقوله إن الحوثيين أعلنوا مدونة سلوكية، وقبل ذلك قال إن على الحوثيين أن يدفعوا المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة. يشار إلى أن الموظفين طلبوا مرارا بتسليم مرتباتهم وإبقاء موضوعهم بعيدا عن الصراع، إلا أنها توقفت منذ نقل البنك من صنعاء 2017. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.